في عتبة القراءة هي مرتبطة بإخفاقات الشكل ثم إخفاقات المضمون. أول مدخل بعد الصفحة الأولى هي فرق التأليف. لاحظوا معي الصفحة الثانية التي نجدها في أي مقرر دراسي هي فريق التأليف. فريق التأليف ينتصر في غالب الأحيان لثقافة الكاست المعرفي، ما أسميه بالانغلاق المعرفي. نجد مفتش في التربية الإسلامية، أستاذ مادة التربية الإسلامية، كلهم ينتمون إلى نفس القارة المعرفية، وهذا إشكال حقيقي. عندما نتجه إلى المقررات الدراسية القادمة من الضفة الأخرى، قد تجد مقرراً مرتبطاً مثلاً باللغة الفرنسية، ولكن فريق التأليف متعدد الاختصاصات، وهذا يحضر في كل مناهجنا وكتبنا الدراسية. عودوا إلى مقررات أبنائكم، سوف تجدون بأن فرق التأليف هي من داخل نفس التخصص. كان من الأجدى أن يكون ضمن فريق التأليف لمنهاج التربية الإسلامية عالم اجتماع، عالم في الإناثة في الأنثروبولوجيا، عالم نفس، وهكذا دواليك، فنان تشكيلي، كل هؤلاء يمكن أن يشكلوا فريقا للتأليف. وهذا ينطبق على المفيد في اللغة العربية وعلى المفيد في التاريخ والجغرافيا، لأننا نقيم جدران اللامرئية ديمير انفيزيبل بين التخصصات. كل واحد منا يعتقد أن الحقيقة تشرق من العلم الذي ينتصر له. كل واحد منا يعتقد أن الحقيقة هي في المسكن النظري أو في الانتماء الإيديولوجي الذي ينتمي إليه، وهنا يكمن مكمن الخلل الأولي. على مستوى إخفاقات الشكل، هل كتبنا الدراسية سواء تعلقت بالتربية الإسلامية أو غيرها تمتلك جاذبية إبداعية على مستوى الشكل؟ تأملوا الورق، تأملوا الرسومات، تأملوا كل هذه الأشياء، وانتقلوا إلى كتاب من الضفة الأخرى. كل شيء جميل، بدءا من الغلاف المقوى ثم إلى الصور ثم إلى كل الأيقونات المستعملة في هذا الأمر. نحن نريد أن نحبب لأطفالنا التربية الإسلامية، ولكن ننسى الوسيط الأساسي وهو الصورة، ننسى أن للشكل دور أساسي في تبليغ المعنى. للأسف الشديد كتبنا الدراسية هي فقيرة من حيث الشكل. المسألة الأخرى وهي اليوم، ننسى بأن الزمن هو زمن إلكتروني بامتياز. إلى أي حد سوف نستمر في إنتاج البرنت وأن لا ننتقل إلى الديجيتال، إلى الإلكتروني؟ ألا نفكر مستقبلا أن تكون هذه المقررات الدراسية في وسائط إلكترونية؟ هذا على مستوى الشكل، وأنتقل إلى مستوى المضمون ولا إخفاقات المضمون. عندما نقرأ الإسلام في كليته سوف نجد بأنه يؤسس لثقافة الاختلاف وليس لثقافة الإجماع. الإسلام في حقيقته ينتصر لثقافة الاختلاف وليس لثقافة الإجماع، ولكن الذين أولوا الإسلام بعدا خصوصا مع وصول الأمويين هم الذين راهنوا على تعميم ثقافة الإجماع، علما أن الإجماع يقتل. الإجماع يقتل. وسوف نلاحظ بأن في هذه المقررات الدراسية تأكيد على ضرورة الانتصار لهذه الثقافة. ثقافة اليقين ضدا على ثقافة التنسيب. الإسلام في حقيقته لا يؤمن بالحقائق الناجزة والمكتملة، دائما هناك دعوة صريحة إلى إعمال العقل، دائما هناك دعوة صريحة إلى التفكير وإلى الخروج من العلبة. ولكن في كثير من مقرراتنا الدراسية أو بالطريقة التي تقدم بها إلى تلاميذنا سوف نجد بأن ثقافة اليقين هي التي تنتصر على ثقافة التنسيب. التنسيب هنا ليس بمعنى الشك المذهبي، ولكن بمعنى الشك المنهجي الذي يكون مجرد خطوة للوصول إلى الحقيقة. مشكل آخر نعانيه كثيرا، وهو مشكل ثقافة السبق الهوياتي.
وهذا يحضر بشكل كبير. ننسى بأن العلم هو علم تراكمي، ننسى بأنه في كثير من الأحيان لسنا فقط مسؤولين عن إنتاج كل هذه الأشياء التي تحدث اليوم في المجتمع، ولكن في كثير من الأحيان من يدرسون هذه المقررات الدراسية يتحينون الفرص في كل حين للتأكيد على أننا الأسبق، بل أحيانا نقوم بعملية القفز بالمظلات. إذا تحدث فرويد عن التقسيم الثلاثي للنفس سوف نهرع ونقول نحن الأسبق، لدينا النفس الأمارة بالسوء، ولدينا النفس اللوامة، ولدينا النفس المطمئنة. لكن هل الإسلام في موقف ضعف لكي يدخل في هذا السباق التاريخي؟ لماذا نراهن على هذه الأشياء؟ علينا أن نتحرر من وهم السبق التاريخي، وأن نعترف بأن حضارات سابقة مسؤولة أيضا عن كل هذا التقدم الذي نفيد منه اليوم. ولكن للأسف الشديد مناهج التدريس وتكوينات التدريس تراهن على تعليمنا هذا السبق التاريخي الوهمي في كثير من الأحيان. المسألة الأخيرة التي تحضر في عتبة هذه المضامين هي مرتبطة بوهم التفوق على الآخر. نحن الأسبق ونحن المتفوقون على الغرب، وذلك الغرب نقصين من كل الأشياء. مسألة أخيرة ولربما تفاجئكم، وهي التصور اللدوي لما بعد الممات. لماذا لدينا تصور اللدوي للجنة؟ ابنتي الصغيرة ملاك يوما ما سألتني سؤالا، أن المعلمة دائما تحدثنا عن الجنة في مستويين، مستوى الحور العين ومستوى المن والسلوى ونهر الخمر وما إلى ذلك، بمعنى هناك تمثل لذوي للجنة. أليس هناك تمثل آخر خارج اللذة في علاقتنا بالثواب والعقاب؟ أعتقد أن المشكل ليس في الدين، لأنه عندما نعود بالدين ماذا يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني خيال الخيال وقمة لا نهائي. ولكن التفسير الذي يدخلنا أحيانا في بعض الأشياء التي علينا أن نضع بصدد علامات استفهام هو الذي ينتج هذه المفارقات الصعبة. إذن علينا أن نتجاوز هذه التوترات. هذا يأخذني إلى عتبة التخريج الأخيرة. النتيجة أن الانتصار الدائم للطقوس على المعتقد، انتصار إسلام التفاصيل على إسلام الكليات الحقيقية. أحيانا ننتبه للتفاصيل الصغيرة ونعتبرها هي جوهر الدين، في حين أن الدين أسمى وأكبر من هذه التفاصيل الصغيرة. انتصار اليقينيات والصوت الواحد ضدا على ثقافة الاختلاف والتنسيب. واليوم لربما نحن في حاجة قصوى إلى هذه الثقافة الجديدة، ثقافة الاختلاف وليس ثقافة الإجماع. مسألة أخيرة تدعوني إلى الانتصار لفهم هويدي. الصحفي الرائع المصري فهم هويدي يقول بأن الدول عندما تصل إلى لحظة الأزمة تبقى أمامها ثلاث خيارات. الخيار الأول هو استراتيجية حملة المباخر. ولاحظوا معي أنه اليوم نستعيد ثقافة حملة المباخر. ذلك صاحب الدكان البسيط يأتي حامل المبخرة ويعتبر بأنه إذا قام بتبخير دكانه فسوف تحل كل الإشكالات، سيأتي الرزق الوفير، سينطرد النحس وما إلى ذلك. اليوم نستعيد هذه الثقافة الأسطورية في تدبير كثير من أشيائنا. الحل الثاني الذي يقترحه أيضا فهم هويدي وهو ثقافة الأقراص الفوارة. ولاحظوا معي أننا ننتصر لها في كثير من الأحيان. نصاب بألم في الرأس فلا نعتقد بأن الحل الأثير والممكن
هو أن نحصل على ذيك الكينة اللي تتشتش. تجيب لشي واحد مثلا دوري بران ما تتشتش تقول لك لا، خاصك هذيك اللي تشتش هي اللي تتحل لي المشكل. هذه تسمى ثقافة الأقراص الوفوارة. الحل الأخير في نظري هو الاختيار بين القارب والجدار، وللأمر علاقة بحكاية بأن شخصين كانا في جزيرة فجاءهما الخبر اليقين بأن هذه الجزيرة ستنغرق. أحدهما قرر وفكر وقال بأنه سيبني جدارا منيعا سوف يمنع عنه الماء، لكن الآخر قرر وقال سأبني قاربا وعندما يأتي الماء سوف أجدف باتجاه الأمان. وذلك ما كان، عندما جاء الماء الذي بنى القارب جدف ووصل إلى بر الأمان، والذي بنى الجدار تهدم حوله الجدار وغرق في اليم العميق. اليوم علينا أن نختار إما ثقافة القارب أو ثقافة الجدار، إما أن ننتصر لحملة المباخر أو للأقراص الفوارة. أختم ربما بحكاية لها علاقة بما نحتاجه. أمامي تلك الدائرة وأتذكر عالما أزهريا متنورا التقيته في مصر، فحكى لي حكايته التي ربما بعثرت كل مواقفي في الحياة. كان هذا العالم الأزهري يمضي فترة جندية في الصعيد المصري، لكنه لما أخذ إجازة لزيارة أهله في القاهرة وكان من المفروض أن يعود إلى الدكنة العسكرية في ساعة معينة، فإنه تأخر بسبب تأخر قطار الصعيد. لما وصل إلى الدكنة العسكرية استقبله الضابط المسؤول عنه وقال له تستحق العقاب. أخذه إلى الساحة الكبرى وقال له أرسم دائرة. فما كان من الجندي العالم الأزهري بعدا إلا أن رسم دائرة صغيرة، فقال له أدخل إلى وسط الدائرة ستمضي الليل كله هنا. ما كان منه إلا أن ينفذ الأمر، فهو جندي متدرب. في الصباح جاءه الضابط المسؤول عنه. ما هو الدرس الذي استفدته من هذا العقاب؟ ماذا كان الجواب؟ ما الذي أجبرني على رسم دائرة صغيرة؟ أنت طلبت مني أن أرسم دائرة، كان بإمكاني أن أرسم الدائرة بملء الساحة. أنا إذن يمكن أن أتمشى، يمكن أن أنام، يمكن أن أقف، ولكن بما أنني رسمت دائرة صغيرة فقد انفرض علي الليل كله أن أبقى واقفا. أرسم دوائر كبيرة. شكرا لك.